هل الكود السكني للمباني السكنية تمام بيشترط تصميم معين للنوافذ؟ هل الكود السكني بيشترط تصميم معين للنوافذ؟ لا، الكود السكني لا يشترط تصميم معين. امال محتاج مني ايه الكود ده؟ فقط انا عايزك تعمل لي حساب معامل الانتقال الحراري. يبقى الكود السكني في المباني السكنية لا يشترط تصميم معين في النوافذ. كل اللي محتاجه منك تعمل لي حساب معامل الانتقال الحراري. يبقى انا محتاج اعمل حساب لمعامل انتقال حراري. ما فيش قيود او شروط على تصميم النوافذ في الكود السكني.